في هذا الفيديو غادي نشوف واحد المغربي عايش في الجزائر اللي رد على واحد المصري كيتدخل بزاف في المغرب والجزائر وديما كيجبد المغرب والجزائر، وعلى بن كيران اللي ذكر الجزائر في واحد الخطاب ديالو شحال هادي. تفرجوا في الفيديو حتى النهايه. السلام على كل المتتبعين الكرام. في هذا الفيديو هذا جيت نهضر على واحد السيد بن كيران رئيس الحكومه السابق اللي قال في واحد التصريح، وانا ضرب ضويره سي بن كيران وسمعت واحد التصريح وماشي المشكل، ما سمعتوش من عند مغربي ولا من عند جزائري، سمعته من عند مصري. اسمع شنو يقول هذا وعاد نكمل لك. فعلا دلوقتي بن كيران كمان يتكلم ويقول نفس الحكايه، الامين العام لحزب العداله والتنميه طلع يتكلم ويقول لك الجزائر ومش الجزائر وتحضروا للحرب عشان خاطر الجزائر، كلام لا يمس الى الاسلام باي شيء. بدل ما تطالب مثلا المغاربه انهم يتحضروا للحرب عشان الجهاد عشان خاطر الجزائر ولا عشان تندوب، طب اطلب منهم انهم يعملوا كده عشان خاطر سبته وماليريا، يحرروها مثلا ارضكم اللي لسه لحد الان تحت حكم الاسباني وما فيش حد منكم يقدر يقول انها تحت حكم الاسباني. سمعتوا الخوت شنو قال؟ يعني قال لك يعني بان نقتل ونقتل وهذا. بعدا غادي نجاوب هذاك المصري هذاك بعدا اللي قال لك ما كاينش واحد اللي قد يقول بان سبته وماليريا مستعمر من طرف اسبانيا. اخويا راه كلشي كيقولها حنايا، كلشي كيقولها بعدايا، نتايا بعدايا غير مسترزق، ديما كتدخل ديما. انا بعدا ما عنديش معاك، ديما كتدخل موضوع الجزائر والمغرب، انت ماك جزائري وماك مغربي، يعني وكا كنتي جزائري ولا مغربي معليش تدخل في شي امور بيناتنا حنا كتخصنا ماشي مشكل، يعني نقولوا راك جزائري ولا مغربي ماشي مشكل، بصح انت ما جزائري ما مغربي كتدخلوا غير بيناتنا. ما غادي نجاوبك بعدايا. سبته وماليريا وكا كان يعني كنا احنا عارفين بان الحكومه قادره يعني تعطي يعني الاوكي باش للشعب يعني باش يحروها، انا كنقول لك اقسم بالله تتحرر في 4 ساعه ولا في نص ساعه، فهمتني؟ لحقاش الحكومه المغربيه هي اللي منع الناس ما يمشيوش لذاك البلايص هذوك، فهمتني؟ هذاك الشيء الامور هذيك كتبقى نتاع الدول، فهمتي؟ ما عندك ما تعرف لحقاش الاستعمار فاش خرج خلى هذيك جوج مدن هذوك خلاوهم هما بوابه اوروبا، خلاوهم ديما محتلين باش ديما افريقيا الا بغى يجي شي خطر من افريقيا غيكونوا هذوك جوج مدينات هذوك هما الاولين عندهم القاعده العسكريه وعندهم يعني يدافعوا باش المسلمين ما يردوش الاندلس. صافي خويا نساوك نتايا. دابا نهضروا على هذا اللي قال على الحرب، باش تعرفوا اخوتي الجزائريين اخوتي المغاربه ماشي غير بوحدي اللي ما مأيدش انا الحرب ما بين المغرب والجزائر، كاينين مغاربه رجال حتى هما خرجوا جابوا هذا بن كيران كما السيد هذا. خليكم هو يهضر وعاد غادي نهضر حتى انا ان شاء الله ونقول لكم الراي ديالي انا في هذا الشيء اللي قال بن كيران. الى شعب المليون شهيد، نحن اخوه، نحن تجمعنا روابط الدم، روابط كثيرة. الجزائر هي مذهب مالكي سني، في العرب في الأمازيغ كذلك نحن في المغرب مذهب مالكي سني، عرب أمازيغ نفس الثقافة نفس التقاليد. لهذا أقول لأبناء الجزائر ولأبناء المغرب لا بد من جمع الشمل ولا بد من طرد قنوات الصرف الصحي وقنوات الفتنة التي تشعل نيران البلبلة ما بين هذا الشعبين العظيمين. كذلك رسالتي للشعب مليون الشهيد، شعب حمد زبانة، شعب الأمير عبد القادر، هذا الشعب اللي عنده تاريخ نضالي وتاريخ مشرف في معاركه أمام الاستعمار الفرنسي. اليوم جينا باش نبعثوا برسالة قوية إلى رئيس السابق بن كيران. بن كيران خرج واحد خرجة وزلق واحد الزلقة اللي زلقة خيبة. اليوم كاينة ضجة كبيرة في الجزائر حول تصريح ديال بن كيران الذي قال بالحرف استدل بآية قرآنية وقال نقتلون ونقتلون، وهذا شيء خطير جدا. نقتلون ونقتلون، نقتل ونقتل، مزيان السي بن كيران، تبارك الله على السي بن كيران. وانت السي بن كيران؟ هو جاوب السي بن كيران. السي بن كيران
احنا نقتل ونقتل، وهو يمشي يزهى مع راساتو في اوروبا ويمشي يزهى مع هذا. زيدوا اسمعوا اخوتي شنو دي يقول له، زيدوا اسمعوا. عندي تا انا انتقاد نتاعي راح نوجه له تيكمل الاخ هذا بعدا الهضره ديالو، وغادي نقول له الرساله ديالي انا ان شاء الله باذن الله. خليكم معنا الخوت. وانت السي بن كيران، انت تشد 7 مليون، تعيش في فيلا فخمه، بنتك خدمتيها، وهذيك بنتك ما تمشيش تموت. اولاد الشعب دابا انت راك فتيتي الكارثه، وان كاين ضجه حاليا في الجزائر، ورجعوا للتصريح ديال بن كيران الذي يدعونا به الى قتال ابناء اخواتنا، نقاتل الجزائريين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقيا مسلمان بسيفهما فالقاتل في النار والمقتول في النار. واليوم يستدل بآية ما جات في السياق. من سنقاتل يا بن كيران؟ أن نقاتل إخوتنا الجزائريين، يقتلونا ونقتلوهم باش أنت تبقى على خاطرك، باش تبقى على سود عينيك. أنتم الصفوة ديال المجتمع، تبقوا في الدار، وإحنا أبناء الفقراء ندهم لمقاتلة إخواننا الجزائريين. يا للعار، واش أنت تصحاب أنا عايشين القرون الحجرية ولا شنو السي بن كيران؟ وتصاب عندنا لانطيرات ولا السي بن كيران؟ وتقول بأن الشريف أعطانا الله عقل، أعطانا الله عقل، وأعطانا الله عقل تنفكروا به، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بن كيران أنت تلعب بالنار. رسالة لخوتي أبناء الجزائر، هذا لا يمثلنا، هذا لا يمثلنا، هذا مكروه من طرف الشعب، وخير دليل انتخابات اللي بينت حق. كل واحد كتجي وقته كيمشي في حاله، اما باش ياثر ما كاينش شي واحد الحمد لله ياثر، كاينين الناس متسرد ما دايرش فاش يخدم، مادام بلا بلومات ديالو مريح في الدار، مادام عنده شواهد عن شحال من حاجه مريح في الدار، ما دار لا هو في البلاد والو اصلا. باش 3 مليون تتقع 7 مليون راه تسعود 9 مليون ست لي راه خياليه صراحه. انت خيالي، اعطينا منا احنا يخص 1000 درهم ويدي ما باقي. السي بن كيران انت كتقبض 9 مليون، عرفتي شحال هي الخوت اللي في الوطن العربي باش يعرف شحال هي 9 مليون مغربيه؟ 90,000 اورو، 90,000 اورو شهريا، 90,000 اورو صاحبي، 90,000 اورو شهريا الراتب ديالك على الخدمه اللي درتي. خدمتي رئيس الحكومه في العهده السابق 4 سنوات وقيله ولا 5 سنوات، دابا يعني شهريا غتبقى تقبض 90,000 اور. هذه هي الاولى. المغاربه كاملين غير راضيين على هذا الثمن هذا اللي كتدي انت. بعد اولا حنا لا تغدينا ما كنتعشى، ولا تعشينا ما كنفطروا، ولا فطرنا ما كنتغداو، ماشي مشكل. حنا الشكوى لينا شكوى الله سبحانه وتعالى، ماشي الشكوى ليك. ولكن هذا ما غاديش يعني غيكون مانع باش نعبر عن صوتي كمغربي. سمعتي المغربي شنو قال لك هذاك؟ تحيه لي من هذا المنبر، والله ما عرفته من اين مدينه بصح، تحيه لك اخويا. وانا ان شاء الله انا غادي نقول لك شنو هو التعليق ديالي على هذا الشيء اللي قلت يا سي بن كيران. وهو الناس هذو اللي باغيين تعلن عليهم الحرب، روح كما قال لك السيد، روح تحارب معاهم بوحدك، روح بوحدك، وروح دي اهلك نتايا وداك الثروات اللي عندك، وروح انت تحارب معاهم هاد الناس هاد. لحقاش حنايا لن نحمل السلاح في وجوه احبابنا وفي وجوه اصدقائنا في الجزائر. نولي نعاود لكم الهضره هادي باش اللي بغى يهزها واللي يهزها. هذا اعتراف من مغربي، اخوكم في الله واحبكم في الله. عندي صحابي جزائريين واحترم واكل لهم الاحترام والمحبة، و14 عام اللي عشناها معهم السي بن كيران في كنت انتايا اصلا، وحنا ياش ما خلينا تا ولايه كيرحبوا بينا وكيضيفونا. شعب مصواب، شعب الكرم، شعب هذا تجي انت تقول لنا نحاربوهم نهزوا السلاح عليهم. واش تمريض ولا مالك؟ واش تمريض؟ تمريض وقيل. جاوب داك المصري، انا على الاقل جاوبته. جاوب داك المصري قول له على سبتهم لي اللي قال لك ما نحراش مشيو جهادو. حنا صحابنا تقولنا الجهاد في شي حاجه، حنا حنا كنجاهدوا دابا مع طرف د الخبز ما لقيناش اصاحبي. طرف د الخبز واش كضحكوا علينا ولا شنو
على باش هذا الميساج هذا نوصل لك ميساج ورساله باش تفهم واحد القضيه، راه الشعب المغربي امبوسيبل باش يحارب ضد الشعب الجزائري واخا تحلمها في المنام، ما يبغيولكش اصاحبي. عرفتي داك الكومونتيرات وداك الشيء هذاك، اصلا هما كيتهاجموا الجزائريين من طرف الدباب الالكتروني، كومونتيرات وداك الشيء وكذا وهادي وهادي، وانا كنتمنى من الله الناس يعاقبوا بهذا الشيء هذا بانهم كيبغيو يديروا لنا الفتنه بيناتنا. الشعب المغربي كيبغي الشعب الجزائري، ما عندك ما تحيدها لناش من دماغنا، وما نهزوش حنا السلاح في وجه خوتنا المسلمين. يلا زيدها حمق ولا مريضه صاحبي ولا مالك، ما لقيتي ما تقول، ما لقيتي ما هذا، ولا باغي يعني باش الشعب المغربي يتعاطف معاك على هذه الهضره اللي تقول انت باش ندبزوا مع خوتنا الجزائريين؟ امبوسيبل، من المستحيل. شوف المصريين وشوف هذا والعراقيين واليمنيين، كل شيء يقول لك يهضر علينا، كل شيء يقول لك يهضر علينا. احنا ضد شي حاجه اسمها الحرب مع الجزائر، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ واش تحمق؟ وشكون قتلوا صاحبي؟ قتلوا خوتنا ولا نموتوا حنايا ولا حنا؟ نقول لك حاجه بس تجي في دماغك، قدر الله وشي حاجه بغات تادي الجزائر، وخا نكونوا حنا في المغرب ندخلوا للجزائر ونحاميهم ونطاكيو ونموتوا مع الجزائريين، صاي ودون هذه المعلومه عندك، اقسم بالله العلي العظيم ما ندوزوهم، بالله العلي العظيم. خوتنا هذوك صاحبي، واش بيك؟ واش مريض صاحبي؟ كون جيت بحال كتقاضى داك الراتب هذاك نورمال ما تزيدش عاد تفكر في تزيد تولي في الحكم وتولي في السياده، صافي خلي راه خنوج داك الشيء اللي دار فينا يكفينا، راه كيمصنا الدم، كيمص الدم للشعب. الجزائر صاحبي ما لقيتو كتبقاو تعايروا مع الجزائر ولا داك الشيء اللي قال الجمهور، داك الشيء اللي قال الجمهور سي بن كيران، راه هذيك حماله الحطب داك شوف تي في كتقيل في كتقيل كتدور من سوق لسوق من الجرده لجرده، وفيما كتستحمروا الشعب بداك المواضيع هادو، كتجيبوا مطيشه وتجيبوا البنان وتقعدوا تهداوا والبنان، يا ودي نعلو الشيطان اصاحبي، نعلو الشيطان. زعما حنايا راه حنا في الجزائر ما كنبغيش نخرج هنا نصور لكم البنان، والله الا كنحشم اقسم بالله الا كنحشم، راه كاع الناس اللي كيعرفوني وكيشوفوني دابا كيف القناه ولا هذا عارفين هاد الشيء هذا، راه كنخرج غير عند مول الحانوت كيبيع البنان بلا خضار ولا هذا نتاع الفواكه، غير حانوت عادي يبيع البنات، تلقى عنده البنات التفاح كذا كذا، البنات متوفر موجود، وهادو شعب مستهلك يستهلك وعندهم استهلاك بزاف، فهمتي الرواج والحركه وكذا، يعني واش دخلكم نتوما في هادو؟ تبغي تعاير عاير بشي حاجه، كتبغيو تنسيو الشعب، كتبغيو تنسيو الشعب وتنومونا ديروا لنا التنويم المغناطيسي بالقضايا بعبر قضايا وحدة اخرى. هضري انت يا هذيك والله الا هذا السيد اللي قال لك عليك ديال اش كيقولوا له حامله الحطب، والله ما كذب بالله العلي العظيم، هضري على هذاك وزير العدل في المغرب اللي نجح كامل عائلته ونجحهم كاملين، ولاد الشعب مساكن ولاد حتى واحد ما لقاوه ناجح، هضري على هذوك. كتمشي للمطيشه وادي احشمي على روحك شي شويه، احشمي على روحك، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله، شمعي على روحكم، غتلقاي ما ديري مطيشه وهذا تقعدي تعايري. هذوك راهم ردوا عليكم الجمهور، هذوك اللي ردوا عليكم، ردوا عليكم لحقاش انتم عيقتوا البنان البنان البنان، اقسم بالله العلي هو العظيم واللي ما امنيش، انا كنتواجد في الجزائر، خلي لي كومونتير بادب وباحترام، نخرج على غدا في الصباح ونصور لكم تشوفوا البنان الدوخه صاحبي، البنان اللي فين ساكن انايا بعدايا. البنان متوفر اقسم بالله، الا كلشي متوفر بالله، راه كينوموكم اصاحبي، كينوموكم البنان باش زعما واو على دراك ديال لا اله الا الله. الناس ولاو في منابر في الصحافه كلشي ولاو كيهضروا على هذا الشيء هذا، الناس ما لقاو ما هذا، ويا ربي شنقول لكم. نتمنى اخوتي الرساله تكون وصلات، لا يفاجئها والله يتاوي القلوب، وانا الشيء اللي نقول لكم، انا راه ما نبغي لا على بلادي لا على بلاد الجزائر، كنبغيهم بجوج بيهم، وخوتنا وحبابنا وصحابنا واللي كيجري في الفتنه وهذا، راه ربي هو اللي يخلصو. شكرا، نتمنى لكم ردة فعل، تابعوا معنا على بركة الله.
قبل ما نسالي هذا الفيديو باغي ندوي لكم على هذه اللي كتعرفوها سميتها فاطمه الزهراء. المهم الناس كيتسمعوها بزاف في المغرب، راكم عارفين هذه القناه اللي هي شوف تي في راه معروفه في المغرب، يعني ما غاديش ندوي عليها بشي طريقه اللي خايبه ولا بشي طريقه، لان واخا ما كنتبعهاش وما عنديش مع يعني هذه الميديا، انما راه عندهم ناس بزاف كثير 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 اللي كيتبعوهم، وما يمكنش يعني نقولوا لو كونترير. انما باغي بحال هذه الصحافه راكم عارفين هي موالفة كتمشي يعني للشوارع وكتمشي يعني كتلقى مع المغاربة وكتعطي لهم كتمد لهم الميكرو، المهم كيديروا داك الشيء اللي يعني علاش كيخدموا وداك الشيء اللي كيبغيو. انما الحاجة اللي كتبقى فينا صراحة خصها تحبس شوية من الفتنة، لأن راكم عارفين راه المغرب والجزائر راه الشعوب راه خوت، علاش ما عندناش يعني كل واحد باش ما فضلوا الله، عندهم هما الخيرات وعندنا الخيرات، وهذا الشيء يعني ما يمكنش نهبطوا حنا لهذا النيفو ونبقاو نسبوا في خوتنا الجزائريين، وحتى هما كاين شي وحدين شي الصحافة حتى هما الله يهديهم كيدو فينا بواحد الطريقة ماشي مزيانة، إنما حنا خصناش ما نطيحوش هذا النيفو، دونك فلاص هما كيبقاو خوتنا وما يمكنش نطيحوا في هذا النيفو ديال البنات. انا راه صراحه هادشي كيمل بزاف، وكما قلت لكم ستوب يعني باركوتش. بغيت نجاوب داك الاخ اللي قال لي داك الاخ الجزائري اللي قال لي راني نعفط على الدرابو، حاشا ولله حنا المغاربه واش نتربوا على داك الاصول، حنا خويا راه حنا نحبوكم خويا ونموتوا عليكم خويا، وتوت لي ماروكان راهم يحبوا لي زالجيريان ويحبوا توت لي زالار توت لي زارب، وهي خويا نموتوا عليها خويا. وشوف خويا نقول لك خويا نقول لك لو كان تحل الحداد احنا الاولين نتلقاكم حدانا، والله العظيم نقول لك من قلبي نموتوا عليكم، وان تو تري فيفا الجيري وفيفا ماروك وفيفا توت لي زارب، وتحيه القدس وتحيه فلسطين والامه العربيه، نموتوا عليكم خوتي، وما على بالناش بلا بوليتيك خويا. خاوه خاوه ران الخوت، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وديما خاوه خاوه بلا عداوه. شكرا الخوت. المهم حتى هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الاراء ديالك في لي كومونتير، تهلاو.